لكن بالعوده ل 17/7 17/7 ميعاد المباراه. الاشكاليه المثاره دلوقتي واللي فضلنا ماجلين الكلام فيها، كان كل ما حد يجي نتكلم الاهلي هيعمل ايه مع لعيبه المنتخب الاولمبي، الاهلي هيسمح لمين ومش هيسمح لمين. كنا دايما وابدا حتى في ملك وكتابه بنحذر من فكره شوي السمكه قبل اصطيادها، وبنقول دايما وابدا الاهلي عمره ما شوى سمكه ولا تلذذ باكلها الا لما يصطادها، لكن ما دام سمك في البحر محدش يقدر يتكلم على طعمه. وعشان كده كان الحديث عن فكره تضارب المواعيد بين النهائي الافريقي وبين سفر المنتخب الاولمبي الى طوكيو مؤجل لحين بلوغ المباراه النهائيه. اما وانه المباراه فعلا الاهلي وصل لها، كنت اتكلمت اكتر من مره مع الصديق العزيز المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره، برضه هو الاخر مش قادر يخاطب الاتحاد الافريقي كان بشكل جاد، مش قادر يتكلم بشكل رسمي، مش قادر يتكلم بطريقه تخليهم فعلا يعدلوا الموعد. قال لك الا لما الاهلي يتاهل، صحيح فرصه كبيرة لكن في النهاية أنت بتتكلم على تثبيت الإجراء الإداري. فكانت الفكرة أنه لما الأهلي تأهل للمباراة النهائية الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المصري المهندس أحمد مجاهد بدأ يخاطب الاتحاد الأفريقي اللي يحصل لو قدمنا الميعاد يومين.